المنصات الرقمية عندها مسؤولية كما كنذكر مع السيد الرئيس فيما قبل. الحقيقة بالنسبة للتشريع الموضوع ديال يعني اليوم اللي غادي يتناقش في إطار اللجنة هو موضوع ديال الأخبار الزائفة والتأثير ديالها داخل المجتمع، وفي هذا الإطار قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدراسة حول الموضوع واللي غادي يتعرض أمام يعني السيدات والسادة النواب ليدلوا بآرائهم في الموضوع وبإخراج بتوصيات حول هذا الظاهرة اللي مع الأسف الشديد ولو أنها عالمية فهي تمس كذلك البلاد ديالنا، واللي خصنا نخرجوا بواحد الأمور اللي نجعلوا أن هذا الظاهر ما تأثرش كثير على يعني العادة ديالنا والقيم ديالنا. ومن ضمن التوصيات الأساسية هو أنه نحطوا المصالح المعنية بالموضوع أنها تحاول تواكب وتقدي يعني الرأي العام بأخبار حقيقية باش نقطعوا الطريق على هذا الأمور اللي هي داخلة على العادات ديالنا وعلى التقاليد ديالنا. موضوع مهم ذو رهينية، خصوصا أن الموضوع أصبح يشكل قلقا وخطرا على الوعي وعلى المجتمع وعلى الحقيقة. بلا شك البارح المغاربة كاملين تصدمنا، يعني كان حالة من الصدمة أمام كيف تم تحويل مقابلة في كرة القدم، مقابلة عادية المفروض أن تكون مقابلة للفرجة، مقابلة للحوار، تحولت إلى إطلاق اتهامات كبيرة وخطيرة على مسؤولين مغاربة، لدرجة اتهام أن المغرب قد رشوة للمنتخب الموريتاني. وصلنا إلى هذا الحد، وكانت أخبار كثيفة ومكتفة كثيرا. لذا كنقول بأن اليوم كاين أزمة حقيقية ديال هذه الأخبار الزائفة وصناعة الأخبار الزائفة واقتصاد الأخبار الزائفة وشبكة الأخبار الزائفة وصناعة الأخبار الزائفة، لأنها أصبحت عندها اقتصاد وعندها أهداف اقتصادية سياسية ثقافية اجتماعية. إذن الموضوع مهم اليوم غادي نناقشوه. التقرير ديال المجلس اللي كيقام بدراسه مده سنتين واليوم كانت تخضع للنقاش حول الاشكاليه حول الاسباب ديال هذه الظاهره وحول التوصيات. وجدت ان التقرير مهم لانه كشف بانه الحاجه الى مواجهه هذا الوضع اللي هو وضع مرتبط بسياق عالمي وبسياق كوني، ليس فقط انها مشكله مغربيه وانما تتجاوز الحدود، مرتبطه بالتحولات الكبيرة على مستوى منظومة شبكة التواصل والعالم المفتوح والإنسان الذي أصبح مكشوفا. واليوم في الواقع نعيش موجة من المعلومات المضللة وما يسمى عادة بالفيك نيوز. السؤال اليوم هو أنه أصبح مدى خطورة هذا المد الإعلامي المعلوماتي المغلوط اليوم وتأثيره في حياة الأفراد والجماعات وتأثيره في حياة الصدقية والمصداقية والمد الديمقراطي اللي يمكننا أن نطمحوا له. ولكننا نلاحظ اليوم أن هنالك استعداد لتقبل المعلومة الزائفة. أنا أقول دائما أن هنالك استعداد، ما كان الساحر لينجح كساحر لولا جمهور مستعد لأن يصدقه، وما كان الجمهور مستعد يضحك لولا كونه مستعد أن يضحك في إطار عرض كوميدي. طالما أن هنالك أناس مستعدون للانخداع فالمخادعون ينجحون دائما. لهذا حتى عندما نتحدث عن منصات المراقبة والتأكد من مدى صدقية الخبر يبقى السؤال، ما هي الوتيرة التي ينتشر بها الخبر الزائف وما هي الوتيرة التي تشتغل بها المنصات؟ ولا شك أن الوتيرة التي ينتشر بها الخبر الزائف أكبر بكثير من الوتيرة التي تشتغل بها المنصات. ثم يمكن أن نلاحظ أيضا في هذا المجال أن المشكلة اليوم تعود إلى مجموعة من التحولات المجتمعية والسوسيولوجية في المجتمعات الإنسانية كلها وفي المجتمع المغربي كنموذج. من هو مصدر الخبر اليوم في الأسرة؟
أنا عندما كنت طفلة كان مصدر الخبر هو رب العائلة، في وجبات الغداء والعشاء يعطي أخبار السوق وأخبار العالم وكل شيء. اليوم تراجع هذا الدور الإخباري لرب العائلة، وأصبح الأطفال مصدر خبر انطلاقا من التقائهم اليومي بمجالات الإنترنت والشبكات العنكبوتية. هذا أحدث تحولا كبيرا في هذا المجال على مستوى مرجعية الخبر. إذن هذا واقع خصنا نتعاملوا معه، مش خصنا نتخبوا منه. وبالتالي البناء المواجهة مش الخروج من الواقع، ولكن مواجهة هذا الواقع من خلال بناء وعي ثقافي سياسي للمواطن المغربي. مواطن لا يتقبل كل شيء، مواطن يسأل، ينتقد، يحلل، يستفسر، وحتى إن قابل فهو يقبل بشروط. إذن الحل لهذه الأزمة هذه أو لهذه المعضلة هذه هو الوعي الصلب أو الوعي الملتزم بقضايا التحليل النقدي. إذن اليوم كل مؤسسات المغرب مدعوة إلى هذا الرهان، هذا بناء وعي حقيقي نقدي قادر على أن يضع أي خبر يأتيه موضع السؤال وموضع التمحيص. بذلك نستطيع أن نؤسس لمواطن راشد لا يقبل كل ما يقال. ما العمل؟ هل يمكن أن نعتمد المنع آلية لتوقيف هذا المد؟ أي محاولة للمنع سواء كانت فردية أو جماعية، سواء كانت ذاتية أو مؤسساتية، ستجد نفسها مصطدمة مع المكتسبات الحقيقية لحقوق الإنسان في العالم على مدى حرية الوصول للمعلومة وحرية التعبير وحرية الرأي إلى غير ذلك. المسألة الثانية هي الاشتغال على الإنسان. اليوم أنا في تقديري لا يمكن في إطار هذا الذكاء الاصطناعي المتصاعد الذي يلبس الخبر لبوس الحقيقة رغبة عدم صدقيته في إطار مجموعة من الاجتهادات المبدعة والإلكترونية، لا يمكن اليوم إلا أن نشتغل على عقل الإنسان. وهناك رجع أنا إلى مفهوم فلسفي لإيمانويل كانت الألماني، نقد العقل والاشتغال على العقل. كلما كان العقل متمكنا من آليات الاستقبال وآليات النقد وآليات المساءلة، كلما تم الاشتغال بيداغوجيا وتعليميا على تطوير عقل الإنسان، أعطينا ضمانة على أن هذا العقل يمكن أن يغربل ويمكن أن ينظر إلى الحقائق إن كانت صادقة أم لا. صحيح النتائج ليست للغد، ولكن نتائجها قد تكون مضمونة نسبية على المدى البعيد. طبعا في هذا المجال لابد من تفعيل القوانين وتجويد التشريعات، لأن المسألة اليوم عندها خطر على حياة الأفراد وحياة الجماعات، عندها خطر حتى على المسارات ديال الديمقراطية في العالم. أصبحت عملية الخبر الزائف يمكن أن تقوم بحملة انتخابية مضادة أو ساندة في إطار ظروف غير سليمة مطلقا. لهذا ونحن من منبر من خلال تواجد داخل المؤسسة التشريعية لابد من تفعيل القانون وفعلية القانون على مستوى التطبيقي في مجال الرد. ولو أنني أفضل دائما من الناحية الإنسانية الاشتغال على العقل الإنسان، لأن حتى عندما يكون هنالك قانون فالقانون في بعده الزجري لا يقضي على الظاهرة، يحد منها ربما، ولكن الاشتغال على الإنسان وعقله وعقليته واستعداده للنقد والمساءلة يمكن أن يكون له أثر أوضح وأكبر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.